وكمان ما شفتش الاسعار في الستوري بورد. احنا طبعا اكيد هنعمل كده. هو مين حضرتك؟ انا اروى مجدي مدير تسويق الشركه. والبي مهدي مدير المبيعات. والاستاذ حسين ده شوقي بي صاحب مصانع الالبان اللي احنا بنعمل الكامبين بتاعتها يا حسين. اهلا وسهلا. طيب هو حضراتكم ايه بقى اللي جايبكم؟ لان انا بصراحه مش فاهم. لا حقيقي مش فاهم، يعني حضرتك مثلا بتاع التسويق، ايه اللي يفهمك اصلا في الافكار؟ نعم. ايه اللي يفهمك في الافكار؟ وانت بتاع مبيعات، يعني انت مالك الاسعار تنزل ولا ما تنزلش؟ انا مش فاهم. طبعا حضرتك المحفظه لازم تبقى راشق في كل حاجه. ما هو الاساتذه اصلهم بيحلموا وبيلكوا لمجرد اللك. هو انتوا مثلا عندكم لبن رايب ممكن انزل بيه في رمضان؟ خالص. البرودكتس بتاعتكم ما فيهاش غير الزبادي اللي ممكن انزل بيه في رمضان. مش اكتر من كده. يعني لما تيجوا تتكلموا وانتوا فاهمين، مش لك 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 وخلاص. احنا حسين. بنعمل اعلانات لو سمحتي، احنا بنعمل اعلانات واحنا مظبطين شغلنا كويس جدا، ما بنعملش اي حاجه وخلاص. حسين ما يصحش كده، احنا في ميتنج. تشرب حشيش في الاجتماع؟ ايه المشكله ان اشرب حشيش في الاجتماع؟ وانت مالك لما اشرب حشيش في الاجتماع؟ يعني ايه اللي حشرك في الموضوع؟ مش فاهم. مضرور في ايه؟ ما انت ممكن تكون بتشرب سيجار، هاجي اقول لك انت بتشرب سيجار ليه؟ الشعب المتطفل ده. لا انت بتختاري موظفين كويس قوي على فكره، برافو عليك. مرحله ان هو بيقدمنا واحنا اللي بندفع الفلوس. شفت؟ قلت لك عشان المحفظه لازم تحشر نفسك في كل حاجه. روح اتعلم الشركات المالتي ميديا، اصحابها سايبينها ما لهمش دعوه بيها، مش جايين يقولوا انت هتشرب حشيش في الاجتماع، ايه الحاجه القرف دي؟ انت اخر واحده ممكن اتعامل معاها، وكالتكم دي اخر وكاله ممكن تعملي الاعلانات، وانت بالذات اخر واحد ممكن تكريت الاعلان بتاعك. انت اخرك تروح وكاله البلح، يلا. يلا 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 يلا. ايه الناس دي؟ ايه اللي انت جايباهم دول؟ مع السلامه، مع السلامه. ايه في ايه؟ انت جايب اشرب بقر يقعدوا معايا، بقر. حسين ايه في ايه؟ طيب انا قلت ايه غلط؟ الله اوف، ام الدماغ اللي مش عايزه تتعامل دي. ايه ده؟ جنب حالة عندنا؟ محدش قال انك جيتي. هي عاملة ايه؟ في ايه؟ عموما انا تمام، تمام جدا، انت ايه الأخبار؟ تمام، مفيش جديد. باجي الشغل في مواعيد الصبح، مش عارف اروح في الشركة، شريف مطلع عيني بسبب غيابك وبشتغل مكانك. كتير، يعني اللي بيحصل ده كتير، هقدم استقالتي والله. أنا آسفة مصطفى، بجد آسفة. آسفة ايه؟ أنت صدقت أنا بهزر. انت ياما شلتيني يا جان. في جان ازيك؟ اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا بنتي ما طولتيش؟ ايه الهاني مون القصير ده؟ قلت كفاية كده، عندنا شغل وعندنا حاجات. بس زي القمر، هو الجواز بيعمل كده؟ ما شاء الله. ميرسي قوي. طب عن اذنكم. تمام. ايه عاوزين حاجة؟ لا عاوزين ايه؟ انت عملت التمام. طيب يلا سلام. 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 ما عزمتهاش؟ أنا نسيتها تقريباً. هو مفيش حد قالها؟ لا، يعني أنتِ بقيتي زي القمر بعد الجواز، الجواز بيغير سخيفة جداً. قولي الشغل إيه أخباره؟ الشغل تمام مفيش، صح، في مؤتمر كده سفرية 3 أيام، مؤتمر كده للإنتر ماركتينج، كان المفروض شريف طالع وأنتِ وشريف طالعين، بس شريف اعتذر وأنا دبست مكانه. بس قشطة، نطلع يعني كده 3 أيام سفر ليوز. يا أهلا يا أهلا. أهلا. إزيك يا جاني؟ إزيك؟ الحمد لله على السلامة، أخبارك؟ تمام. إيه اللي جابك؟ قطعت أجازتك ليه؟ كفاية كده بقى، نشتغل شوية. أنا ما صدقت إن أنا أطلع عين واحد صاحبنا. أهو شفت بقى نيتي ونيتك يا جان، رجعت لك أهي. مش تصدقي؟ في الفترة اللي أنت كنت غايبة فيها كان مصطفى حاجة تانية خالص، وأنا ليا اقتراح، تاخدي أجازة طويلة قوي وهو يشتغل مكانك. طب ما ناخد اجازه وانتوا اشتغلوا انتوا الاثنين مكاني يا شريف. شريف يا مستر شريف، يا اصل انا الفتره اللي فاتت يعني خدنا على بعض فنقعد ايه خلاص. خلصت ورق؟ كله تمام، كله بونو. بالمناسبه يا جان،
المؤتمر ده كان المفروض تطلعي فيه وانا ما كنسلتش الحجز اللي فيه، وعايزك كده تفكري هما 3 ايام غير فيهم جو. هفكر. ارجوك. وبقولي عايزين حاجه؟ لا مستر. باي باي. تعالي السفريه دي اشتا تغير جو. ممكن نتكلم بهدوء؟ مش عايز اتكلم اصلا، انت ما بتفهميش. ايه الاسلوب الزباله اللي بتكلمني بيه ده؟ انت هتستفاد ايه اصلا لما تعمل كده؟ وانت مال اهلك هستفيد ايه؟ مال اهلي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ خليك محترم في اسلوبك معايا. خليني محترم، خليك انت محترمه. شايفني مختل عقليا ولا ايه؟ طب اشرب بس السيجاره دي كده واهدى. وبعدين مين الزفته اللي هم جايبينها لي دي؟ وش عرفني هتاكل معايا ولا مش هتاكل معايا؟ قال لي ياخد اجازه شهر عشان واحده عندها عقد ونقص تقعد تكتب فيها تقرير. مين حته البتاعه دي اللي هتقعد تكتب فيها تقرير؟ انا مش فاهم. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ انا مش متخيل بصراحه. اهدى بس كده وخلي اسلوبك كويس يا ستي. مش عايز اهدى انا، انا عايز ابقى دمي فايل. طب براحتك يعني اعمل لك ساره. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا ساره؟ ازيك انت؟ قولي لي خير. ابدا يا ستي. حسين احمد الكرييتيف دايركتور اللي شغال عندي في الشركه. عبقري جينيوس يا ساره. كل حملاتنا كلها من افكاره. جميل؟ لا مش جميل ولا حاجه. استني بس اما اكملك. عنده مشاكل في شخصيته، يعني تقدري تقولي مش مشاكل، كوارث. يعني عنيف مع الموظفين اللي معاه، همجي جدا، بيشتم اي حد حتى الكلاينتس. فانا طبعا ابتديت ما عدوش مع الكلاينتس عشان ما اخسرهمش. ده غير بقى انه كمان عنده مشاكل صعبه كتيره جدا جدا، عايزه رغي وتفاصيل. هو عندك بقاله قد ايه؟ بقاله 2 سنين. طب ومشيتيهوش ليه من ساعتها؟ لانه بيكسبني مبالغ مهوله كل شهر، وكمان زي ما قلت لك شاطر جدا. انا كنت الاول بستحمله في اي حاجه بيعملها، لدرجه اني كنت بشغل ناس وامشي ناس لانهم مش عارفين يتعاملوا معاه، برغم انهم كويسين جدا وهو مش كويس. يعني تقدري تقولي ان انا السبب في الحاله السيئه اللي وصل لها دي. هو ما كانش كده، ما كانش مغرور كده. معرفش دلوقتي بقت الايجو عاليه عنده جدا. طب وانا مطلوب مني ايه بالظبط؟ ولا حاجه يا ستي. انا قبل ما ادخلك اتكلمت معاه وقلت له ان انا جايبه له اخصائيه نفسيه، واديته شهر اجازه، وقلت له انه بناء على التقرير اللي انت هتقدميه يا يفضل في الشركه يا يمشي. طبعا انا اسفه يا ساره ان انا عملت كده من غير ما استاذنك، بس انا متاكده ان انت مش هيبقى عندك مانع. اللي مخليكي متاكده قوي؟ متاكده لان الشخصيه اللي تشوفني لأول مرة وتقولي إن ابني ممكن يكون أحسن من كده وإن هي قادرة إنها تعالجه، أكيد مش هيبقى عندها مانع إنها تدخل في تحدي. بس أنت عارفة إن أنا بعالج أطفال. صدقيني يا سارة، تصرفات حسين دي زي تصرفات الأطفال. وبعدين أنا قعدت مع شركائي واتفقنا إن إحنا نديكي مبلغ كبير جدا لو نجحتي إن أنت تغيري سلوكه. أنت عارفة إن الحاجات دي ما بتفرقش معايا. أنا عارفة يا سارة إن ما بتهمكيش الفلوس، بس أكيد يهمك النجاح. طب ولو قرر إن هو يروح إيجنسي تانية مثلا؟ مستحيل. مفيش أي وكالة ممكن تقبله، لأنها عارفة عيوبه كويس جدا. سارة على فكرة أنا مش عايزة من حسين حاجة، أنا كل اللي أنا بعمله ده عشان خاطره، بس هو للأسف مش قادر يفهم كده. هو الصوت العالي اللي أنا سمعته وأنا داخلة ده كان هو؟ ده حسين. أنا آسفة طبعًا، هو بيشرب حشيش وبيوقع على الأرض، هو أصله همجي ومش نظيف. بس إيه ده؟ استني بس يا سارة، شوفي واحكمي على تصرفاته وكلامه. ده مصيبة. مين حتة البتاعة دي اللي هتقعد تكتب فيها تقرير؟ أنا مش فاهم. سوري يا سارة، سوري أنا آسفة. معلش ولا يهمك. خليها ترفد، الشغل كله يقف عندها. يا حسين هي بتعمل كده عشانك مش عشان خاطر الشغل. ليه هي يمي ولا ايه؟ شايفاني بشد في شعري؟